السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنبدا في العميق. نبدا فيه في العميق، ازاي نجاوب محادثه conversation، ازاي نجاوب الديالوج. طبعا عندنا في الثانويه العامه 6 اسئله و6 اجابات، يعني 12 سؤالا واجابا، ومعظم الطلبه بتجد فيه صعوبه. اللغه الانجليزيه فيه المحادثه او السؤال ازاي تعمل سؤال بينقسم لقسمين. القسم الاولاني اسمه yes or no question، يعني سؤال لازم تجاوب عليه yes or no. طب واي اجابه بيس اور نو ما ينفعش تسال عنها باداه استفهام، لازم بفعل مساعد. والنوع الثاني اسمه دبليو اتش كويستشن. دبليو اتش ايه؟ كويستشن. دبليو اتش كويستشن ده ما ينفعش تجاوب عليه بيس او نو والعكس. فالنهارده هنركز على يس اور نو كويستشن، تمام؟ بمنتهى البساطه كده والجمال وبرؤيه حلوه جميله جديده، اني في عندي 21 كلمه اذا بدا بيهم السؤال لازم تجاوب عليهم بيس او نو. ماشي. اول حاجه الافعال الناقصه اسمها اوكسيلري. نعد مع بعض كده 10: ويل، وود، شال، شود، كان، جود، مي، مايت، ماست. الماضي منها ايه؟ كتير من الطلبه ما بتعرفش الماضي الباست من ماست ايه؟ هات. العشرة دول لازم يجي وراهم الفعل في المصدر. كل 10 لازم لازم يجي وراهم الفعل في المصدر. يبقى تاني بسرعه كده: ويل، وود، شال، شود، كان، كود، مي، مايت، ماست، هاد تو. ماست هاد تو. خلاص. في عندي كمان، عندي معايا كده 3: هاف وهاز وهاد. هاف وهاز وهاد ليهم شرط، اللي هو لازم الفعل بعديهم يجي في الباست بارتيسيبل. التصريف ايه؟ التصريف الثالث. التصريف الثالث. وفي عندي كمان ملك الافعال كلها اللي هو فيرب تو بي، 5: ام واز وار ووز وير. ام واز وار في المضارع في البريزنت، ووز وير في الباست في الماضي. الخمس دول اي سؤال يبدا بيهم لازم يس او نو. هاف وهاز وهاد التصريف الثالث، لازم يبدا السؤال برضو بيهم، هيبدا نجاوب يس او نو. طيب كده كام؟ كده 18. 10 قلناهم اللي هم المساعدين، وثلاثة هاف وهاز وهاد، وخمسة خمسة، و13 18 اللي هم ووز وير، ام واز وار ووز وير. طيب فين الثلاثة التانيين عشان يبقوا 21؟ دول بنسميهم الاحتياطي. الاحتياطي اللي قاعدين بره على الدكة، إذا في حالة ما لقيناش ولا واحد من ال 18 دول أشتغل بيهم، اللي هم مين؟ دو وداز ودير. النهارده هنركز مع بعض فين؟ في العشرة اللي هم اوكسيلري، اللي هم الافعال الناقصه. وليه سميناهم ناقصه؟ ايه ناقصين، ايد ولا رجل؟ لا، افعال ناقصه يعني لازم يجي وراهم فعل تاني ويتحط في المصدر. يتحط فين؟ في المصدر. يبقى نبدا النهارده هنركز على العشرة اللي هم الافعال الناقصه: ويل، وود، شال، شود، كان، كود، مي، ماست، هاد تو. العشرة دول هم اهو، بص كده معايا اهو، تمام. لو انا حبيت اعمل سؤال كده بالراحه واقول ايه؟ ابدا بوين. لما اقول اي واحد من العشرة دول اللي قلناهم الاقيهم في اي جمله، هسال بي وانفي بي. ما دام عرفت تنفي بايه يبقى اتحلت الجمله، وتسال بي، وما دام بدا بيه السؤال قلنا لازم ايه؟ نجاوب بيس او نو. مثال مثلا لما اقول اي ويل سبيك انجلش، اي ويل ايه؟ سبيك انجلش. الجمله فيها ويل، لازم تنفي بيه. تقول I will not speak English. I will not إيه؟ speak English. واختصار will not النفي بتاعها ايه؟ want، مش want، لا want اللي هي الابوستروف دي. طيب انت دلوقتي بتقول I will not speak English، يعني نفيت ب will not، يبقى لازم تسأل ب will. بتقول ايه بقى؟ I speak English، يبقى will you speak English؟ will you speak English؟ السؤال هنا بدأ ب will، لازم بقى تجاوب تقول ايه؟ Yes, I will speak English. Or no, I will not speak English. Or no, I won't speak English. يبقى في كذا طريقة. يبقى بمنتهى البساطة السؤال بدأ بويل، Yes, I will. Or no, I will not. الجملة فيها will هتنفي بويل. صعبة؟ منتهى السهولة. نمسك واحد تاني مثلا زي would. I would help you. في مشكلة؟ أنا سوف أساعدك. I would help you. انفي الجملة. I would not help you. Or I wouldn't help you.
طيب لفينا بودنت، يبقى لازم تسال بود. وود يو هيلب مي، في تغيير صغير اهو، وود يو هيلب مي. طبعا هنقول يس اي وود، ها او نو اي وود. سؤال بيشال، شال يو كام ويز مي، يس اي شال او نو اي. بس خلي بالك من النفي بتاع شال، نو اي شانت او نو اي شال نوت. يبقى شال يو، يس اي شال. طب لو الجمله مثلا ايه فيها شال، اي شال ها كام ويز يو، ان فيها اي شال نوت، نفيت بشال شال نوت، يبقى تسال بيها شال يو كام ويز مي، يس اي شال او نو اي شال نوت. Should you help me? Should you give me a hand? Should you drink مثلا some milk? سؤال بشود، لازم تجاوب بيس او نو. Yes I should او نو I shouldn't. I should study well. I should study well. في should ايه؟ تنفي بيها. I shouldn't study today. It's holiday for example. Okay؟ يبقى نفيد بايه؟ بشود نوت. طيب اللي تنفي بيه تسال بيه تجاوب بيس او نو. Can. Can you speak English? Yes, I can. I can speak English. إن فيها I can't speak English. I can't speak English. الماضي من كان إيه؟ Could. Could you do your homework? ممكن تعمل الواجب بتاعك. Could you do your homework? Yes, I could. No, I couldn't. يبقى السؤال we could. Yes, I could. أو no, I couldn't. I could مثلا إيه؟ I could write مثلا German. أنا أقدر اكتب الماني. I could write German. ان فيها I could not write German. نفيد ب could not، اسأل ب could. Could you write German؟ هتجاوب تقول ايه؟ Yes I could او no I couldn't. يبقى عند العشرة دولة will would shall should can could may might must had to. اي سؤال يبدأ بيهم لازم تجاوب بيس و نو. موجودين في اي اجابة هتنفي بيهم، هتنفي بيهم. والنهاردة يعتبر ايه السؤال بتاعنا بتاع يس او نو، هناخد العشرة دول بس. ان شاء الله بكرة او الفيديو اللي جاي هناخد، خلي بالكم هناخد ايه، هناخد verb to be اهم فعل، وهناخد verb to have وازاي نسأل بيه وازاي ننفي بيه. شكرا، السلام عليكم.